السلام عليكم. انا خلاص، انا اول مره اعمل فيديو، بس انا خلاص اتخنقت بصراحه. السيسي انت فاشل فاشل فاشل، مش عارف تحكم، مش عارف تحكم البلد. سيبها وغور في داهيه، سيبها وغور في داهيه يا سيسي، انت مش عارف تحكم البلد. حرام عليك، حرام عليك يا سيسي. الناس تعبت، الناس جابت اخرها. انت عايز ايه؟ عايز ايه من الناس؟ يخرب بيت امك، انت يهودي؟ ده لو يهود مش هيعملوا كده. انت مش صلت علينا من انهي داهيه يا الراجل؟ غور في داهيه يمشي، الناس ماشيه في الشارع مش لاقيه تاكل، حرام على امك. ايه ده يا عم؟ ايه اللي انت فيه ده؟ قفلت الشغل على الناس وبقى عصيم كسم العصيم. عصيمه ايه؟ هناكل عصيمه؟ هناكل كباري؟ هناكل اسفلت؟ حرام على امك، الناس بتكلم نفسيها. انت عايز مننا ايه يا عم؟ يخرب بيت امك، لو يهودي مش هتعمل كده. يخرب بيت اللي جابوك، امشي غور في داهيه. يهودي؟ والله انت يهودي؟ لا، لو يهود مش هيعملوا كده. طلعت الناس من بيوتها ورميتهم في الشارع وجوعت الناس، واي معرس يتكلم يقول لك السيسي يخرب بيت امك وام اللي جابتك ابن يهوديه. حرام على امك يا سيسي، مش هنقول لك تاني، امشي ورب الكون هنجيبك من لو رحت فين. فامشي وغور في داهيه، خلي الناس تعيش يا راجل، حرام عليك. ولا عندنا حروب، ولا عندنا نيله، ولا عندنا قطران على دماغ ام اللي خلفوك. وعمال مصر يخرب بيت امك، حتى كلمه مصر مش عارف تقولها. المصريين يا راجل يا اراجوز، امشي غور في داهيه، امشي يا سيسي. الله يخرب بيت امك، الناس قاعد قهرت الرجاله. يخرب بيت امك، الرجاله مش عارفه تاكل عيالها. امشي غور في داهيه، حرام على اللي جابت امك. امشي يا عم.